لا تكاد تخبو شعلة التظاهرات في العراق حتى تعود للاشتعال مجددا في ظل استمرار البطالة بين العراقيين واستشراء الفساد الحكومي الذي أنهك الدولة وذهب بمقدراتها. هنا في قضاء الحمزة بمحافظة بابل جدد الأهالي تظاهراتهم بعد انقضاء المهلة التي أعطوها للحكومة بإيجاد حل لأزمة انقطاع الكهرباء والخدمات وإيجاد فرص عمل لأهالي القضاء الذين لم يعودوا يجدون بدا من التظاهر لإسماع صوتهم بعدما نهش الفقر أجساد أطفالهم. أخي العراق أغنى دولة بالعالم، العراق أغنى دولة بالعالم، بس النفط اللي عنده عايش ثلاث دولات وياه، احنا شو محصلين من الدولة؟ شو محصلين؟ خريجين اكو، بطالة أربع سنين خريج كل شيء ما يسوي، خدمات ماكو، دولة راحت انباعت انفسخت. فسخت دولة توسخت بس للحساب. تزعنا أرواحنا لعبت قسما بذات الله. مدير البلدية يبوك، مدير الناحية يبوك، الشرطة اليوم مدير الشرطة وقف ضدها ضد المتظاهرين ويرجع، يعني ماكو هيك، يعني يبنالا مول يبلانا بلوى على عمارنا. قسما بذات الله متنا ملينا، وين نروح نبوك؟ لا مي لا كهرباء لا تبليط لا خدمات لا كل شيء. جيعان أخذوها مال الدولة، مال الدولة، هم من أهل الدولة أخذوها، وهاي الفقرة مساكين طلعوها. هذا اللي عنده مخدرات، اللي عنده مخدرات طردوه، اللي عنده ملابس طردوه، اللي عنده عربان يشتغل بها طردوه، اللي عنده سيارة طردوه، وحطوا له الجراج. يعني العبرة من يجي يمشي الساعة يروح الجراج. وتبدو المشكلة القائمة الأساسية بالنسبة لهؤلاء المتظاهرين في البلاد هي العملية السياسية بحد ذاتها التي تتحكم بمقدرات البلاد وترهن حاضره ومستقبله للخارج. هنيئا للشعب العراقي، 32 مليون يضحكون عليه، 300 واحد، 300 واحد عميل بريطاني ايراني ما ادري منين جايين، لعنة الله عليهم، 300 واحد يضحكونهم على 32 مليون عراقي. مع الاسف راحت غيره العراقيين وراحت جماعه ثوره العشرين. البصرة يقولوا لي البارحة طالعة مظاهرات، واليوم مدينة الحمزة الغربي، بإذن الله سبحانه وتعالى، احنا هسه رسالتنا لله، نقول له احنا طلعنا قدامك وبالشمس وعارفين عوائلنا وعارفين ارزاقنا واحنا طالعين، فالريض ضربتك الذول اللعناء. ويبقى صوت العراقيين السلاح المتبقي لديهم في ظل عدم اكتراث الحكومة بمشاكلهم، حيث أدركوا تماما أن الاستكانة للصمت والرضوخ هو ما يراهن عليه السياسيون للاستمرار بنهب ثروات البلاد، بينما لا يزال الوصول إلى ثورة شعبية عارمة مطلبا متعثرا في العراق مع استمرار الدعم الدولي للحكومة في بغداد.